صباح الخير. قد تكون الصورة بتعكس يوم عادي بحياة عائلة فلسطينية بتهوى الأرض، لكنها مختلفة بمضمونها. العنوان هو المقاطعة كنهج ثقافي ووطني وأسلوب حياة، مش من 7 أكتوبر، من لحظة الوعي الأولى لكل شخص على هاي الأرض بأهمية المقاطعة ورفض الاحتلال، وكل واحد له طريقته. خلونا نشوف نهج عائلة كراجة. عيلة صغيرة، أم وأب وثلاث أولاد وقطعة أرض باب بيتهم، هيك بالضبط تكونت العيلة وعاشت بخير الأرض وعشانها. منهم من تحرر من الأسر ومنهم لسه أسير. المهم خلونا نرجع للأرض. البداية مع العم أبو جفارة، بيت ومسؤوليات وعيلة ما بعدته عن الأرض. عمي أهلا وسهلا فيك معنا بحلوة يا دنيا. يعني هذه حديقة المنزل، خلينا نحكي. نعم صح. أصناف متنوعة من المزروعات، وهون التحدي كان أنه بقطعة صغيرة قادر أنك تزرع كل هاي المحاصيل. نعم صحيح. إحنا في البداية كنا زارعين أول شيء المزروعات الشتوية، البطاطا والبصل والفول والبازيلا والحمص، وبعد ما أخذنا المحصول رجعنا كلبنا الأرض وزرعناها بالخضروات. يعني نعمل اكتفاء ذاتي في البيت في المنزل. يعني على سبيل المثال زرعنا البطاطا مثلا، يعني كفتنا من أول رمضان لآخر رمضان على مستوى نوع واحد. أداش مهم هذا التنوع للتربة والأرض نفسها؟ يعني إحنا التربة بنكلبها، يعني بنعطيها سماد عضو، يعني بنستخدمش السماد الكيماوي. كل العيلة فعليا بتساعد بالأرض، الموضوع لا يقتصر على جيل واحد أو الأب والأم. لا طبعا، يعني اللي عنده وقت بيساعد، واللي ما عنديش وقت، اللي عنده وقت بيشتغل في الأرض. يعني أنا بحب الأرض، بنزل الساعة 7 على الأرض، بضل للساعة 1 بشتغل، بعشب، بكنب، بندير بالنا على الشجر، يعني بنتسلى، ومنها برضو إنتاج للبيت. يعني عندنا شجر غير المحصول الخضروات، عندنا الرمان والعنب والتين واللوز. حياتنا بنحب حياة الفلاح ونضل ماشيين عليها. مع أنك موظف. مع أني موظف، بس أنا بضل متمسك في أرضي ودير بالي على أرضي وعلى محاصيلي وعلى وأنتج وأزرع وأكيم. يعني هذا تراث وإحنا ماشيين عليه ولا يمكن ننساه. يعني شو بتعني لك الأرض؟ الأرض هوية. الأرض يعني إشي كثير يعني بالنسبة لنا. يعني إحنا شعب بنكاتل عشان الأرض، يعني رغم كل الأراضي اللي راحت وانسلبت مننا، راح لنا أراضي في داخل الجدار، بس الأرض يعني هوية نظل متمسكين فيها. يعني هي هويتنا الأرض. يعطيها العافية خالتي. الله يعافيك، الله يرضى عليك. موسم الدوالي؟ أيما هلأ بنخزن في الثلاجة وبنطبخ. خزننا السنة اللي فاتت وخلص هلكيت، إن شاء الله بنبلش نخزن إن شاء الله على خير. قديش إلك بتشتغلي بالأرض؟ إنا تقريباً حوالي 30 سنة، من عمري 16 سنة اتجوزت على 16 وبلشنا. احكي لي كيف هيك بتقضوا يومكم أنت والحج؟ يعني بنقوم الصبح بنروح بنزرع، بنشوف اللي بدسكية بنسكية، بنلقي الدوالي، بنخزن، بنحش البصل، بنلقي فول، بازيلا. اليوم بنحكي عن مفهوم المقاطعة خالتي. الناس كلها من بعد 7 أكتوبر وحتى من قبل يعني واعية بطريقة اللي تحافظ على أرضها، اللي ما عنده أرض يعني وبزرع فيها فعلياً بقاطع كل ما ينتج عن الاحتلال. والله فأنتوا كيف بوجود الأرض قادرين إنكم كمان تستغنوا عن كل شيء الاحتلال بقدمه؟ والله خالتي الحمد لله. والله يعني أنا وصحباتي والجميع، يعني كان الكل مشغول وكان ما حد يزرع الأرض، بس فترة هاي الحرب علمت الناس تصير شغلة. يعني في ناس زرعوا في حواض الورد، في حواض هدول الكواوير، يعني المهم إنهم يلاقوا حاجتهم. يعني هاي الفترة بالعكس رجعتنا لورا كثير، يعني إشي منيح هذا كان إلنا إن إحنا نتعلق في الأرض ونزرع الأرض ونستغني عن المنتجات الإسرائيلية. شو بتعني لك الأرض اليوم يا خالتي بعد هالسنين؟ والله خالتي إشي كثير الحمد لله، إشي كثير كثير. يعني هاي أرضنا وأرض أجدادنا، وأرض يعني إحنا هاي الأرض زرعها عمي
حماية وحمايتي وتعبوا فيها، وإحنا أجينا بعدهم وأولادنا أولادنا راح يكملوا من بعدنا وهكذا. كل ما ينتج عن الأرض بتخبيه وبتفرزيه لمين؟ أكيد يا خالتي لغسان حبيبي، الله يفرجها عليه وعلى جميع المعتقلين إن شاء الله يا رب في أسرع وقت يا رب. إن شاء الله، الله يطمن بالك يا حبيبتي، حبيبتي يمه، وتفرحي بطلعته بالسلامة هو كل الأسرة. أمين يمه. شكرا يا خالتي، انبسطت أني تعرفت عليك حبيبتي. يسعدك حبيبتي. وأنا بالأكثر، الله يطمن بالك يا رب. بالمناسبة نسيت أعرفكم على فرح بنته لغسان اللي ما شافها أبداً، والأمل أبوها يقدر يشوفها على الشاشة. هو المبدأ بسيط، عقد ما تعطيها بتعطيك، وقيم تانية رامي رح يحكي لنا عنهم. حابة أحكي معك أكثر بموضوع ثقافة الأرض، الثقافة اللي هالأم والأب زرعوها فيكم أنتوا الأولاد. يعني شوفي، إحنا بنشوف فعل الفلاح الفلسطيني وبنشوف ممارسة الأب والأم مع الأرض، هي مش بس إنه إحنا بنزرع وبنأخذ محصول، هي بالأساس مشروع تحدي، مشروع صمود، ثقافة اكتفاء ذاتي، يعني زراعة عضوية، أكل صحي. هي كثير مفاهيم ممكن ترتبط بهذا الفعل وبهاي الممارسة اللي بيمارسوها الأهل تجاه الأراضي، واللي هي كثير بتعطينا معاني إحنا بنقدر نكملها بطرق ثانية، واللي هي جد بتكسبنا أشياء بتخلينا على المدى البعيد نفهم كيف إحنا تربينا وكيف نربي أولادنا وكيف جد ننقل الأشياء اللي بيمارسوها أهلينا مع الأرض وبيمارسوها مع حتى الزراعة. إحنا موجودين بقرية صفة، هاي العائلة تعتبر نموذج لأغلب عائلات هذه القرية اللي ماخدة نهج زراعة أراضيها كنوع من أنواع المقاومة ومقاطعة الاحتلال. موضوع زراعة الأرض هو بيخلي الإنسان الفلسطيني يعبر عن هويته وعن وجوده وعن الأساس بهاي الحياة وبهاي الأرض اللي هو يعني له الأحقية فيها. أما نشاطه الزراعي هو بيجي بطريقة غير مباشرة للأولاد وللأبناء، بكيف يفهمهم أنه إحنا ارتباطنا بالأرض هو مش بس ارتباط أنه أنا على الأرض وبس، هو ارتباط على الأرض فيه لي مبرر ليش أنا على الأرض. علشان هيك مهم إحنا كل الأراضي الفلسطينية وخصوصاً المهددة بالمصادرة أنا بدي يكون فيه لي ارتباط وثيق فيها، وزي ما هي بتعطيني لما أنا بهتم فيها وبزرعها بالمقابل أنا بدي أحميها، بدي أدافع عنها، بدي أعطيها. هل تعتقد أنه موجة المقاطعة هاي برأيك كشاب يعني ممكن تكون مجرد مرحلة وتنتهي، ولا الناس صارت أوعى؟ إحنا اشتغلنا بحملات المقاطعة من 2010 لحد اليوم، وجوز مع السياق الزمني لموضوع المقاطعة، يعني إذا بدي أقول كديش أفرق عن قبل، يعني أنا بدي أعطيها نسبة ممتاز، يعني بدي أعطيها جد نسبة 90% بأنه كيف اختلف مفهوم المقاطعة. لأنه اليوم أنت صرت تشوف الطفل بيقول لأمه ما تجيبيش بضاعة إسرائيلية، حتى صرت تحسي وكأنه وشعور هو يعني شعورنا بالعجز تجاه أنه إحنا جد مش قادرين نسوي إشي لغزة، هو خلانا نحس بمسؤولياتنا على كل الصعد الثانية، خلانا نفكر كيف موضوع المقاطعة هو شكل من أشكال المقاومة اللي أنا ممكن أقدمها كفلسطيني. بعد كل هذا الحكي بقدر أسألك شو بتعني لك الأرض؟ بتعبر الأرض عن الناس اللي أنا بعنولي، والناس اللي هي قدمت أرواحها، والناس اللي هي كانت يعني قدمت حالها على مذبح الحرية والاستقلال علشان إحنا نقدر ما نتخلى عن هاي الأرض، واللي هي جد هي عمالها بتنير لنا الطريق علشان نقدر نكمل مشوار من آلاف السنين. كيف أنت بتحس حالك فلسطيني معبأ وطنياً صح، ثقافياً صح، بتعرف ارتباطك بالأرض بشكل صح وبتقدم للأرض؟ شكراً. قدمت يعني 4 سنين سجن؟ 5 سنين ونص. 5 سنين ونص. الحمد لله على سلامتك، وإن شاء الله بتفرحوا بطلعة أخوك عن قريب إن شاء الله. شكراً جزيلاً. يعطيك العافية. يعني ما بين الاهتمام والرعاية أكيد في إيمان مطلق بأهمية الأرض، واللي بيقدموا أولاد البلد للأرض هو أكبر دليل، سواء بالمقاطعة أو الزراعة أو الإنتاج، كلها أساليب على طريق الحرية.